الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية لبس عقد الفل في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها ترتدي وتلبس عقد الفل في المنام، والله أعلم علامة على زواجها من قريب من رجل صالح كما تدل الرؤيا، والله أعلم للمرأة المتزوجة على الاستقرار الحياة الزوجية والترابط الأسري. وفي منام المرأة المتزوجة إذا رأت أنها تلبس عقد الفل في المنام، والله أعلم علامة على السعادة الزوجية مع زوجها كما تشير الرؤيا، والله أعلم على الحصول على الأموال الكثيرة الكافية للعيش برفاهية، والله أعلى وأعلم. إذا رأى النائم في منامه أنه يقطف الفل في المنام، علامة على منصب مهم أو مكان مرموق بين الناس، والله أعلم. وفي منام الفتاة العزباء والشاب الأعزب، والله أعلم، دليل على الزواج من شخص صالح يخاف الله عز وجل، أو فتاة صالحة تخاف الله عز وجل. وهناك رأيا آخر يرى أن، والله أعلم، يحتمل أن يكون هناك بعض الخسائر البسيطة والهم الهموم البسيطة، والله أعلم كما تشير الرؤيا، والله أعلم في بعض الأحيان إلى غياب شخص غالي عن الرأي. وفي منام المتزوج تدل على حدوث مشاكل أسرية بسيطة، والله أعلم. تشير رؤية الأشجار الفل في المنام على الخير بشكل عام، ورؤية شجرة الفل في المنام يحتمل، والله أعلم، علامة على الرزق والبركة. وإذا رأى النائم في منامه شجرة الفل، والله أعلم، علامة على تحقيق أحلام والوصول إلى ما يريد، والله أعلم، يشير على كل الخير والرزق الواسع في كل شيء لصاحب الرؤية. تعتبر رؤية وضع الفل على الرأس في المنام من الرؤية المحمودة والتي تدل على الخير. وإذا رأى النائم في منامه أنه يضع الفل على رأسه في المنام، يحتمل، والله أعلم، علامة على السعادة التي سيعيشها صاحب الرؤية كما تدل الرؤية، والله أعلم، علامة على استقرار الرأي وتحقيق كل ما يريد، وهي من الرؤية التي تدل على الفرح والسعادة وإزالة العوائق في حياة صاحب الرؤية، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.